ألا اقول ايه ده بيحصل في بلدي مصر ده موجود في شوارع مصر احنا في حتة وقطاع من الشعب في حتة تاني دول اطفال في ناس بتموت في المواقف دي علينا نسأل انفسنا سؤال ايه اللي بيحصل في المجتمع ايه اللي مخلي طفلة في الشارع في الشارع محدش قال لها ايه اللي بتعمليه ده يا بنت ماسكه سنجه مش مطوى آه مش مطوه وكان اللي ماسك مطوه ده حاجه عاديه ماسكه سنجه كبيره وعماله تتراقص بيها انت منتظر من دي ايه منتظر من البنت الطفله دي لما تكبر وتبقى ام تبقى ايه ايه شكل الاسره اللي هي هتكونها ايه شكل الاطفال وتربيتهم اللي هي هتطلعهم للمجتمع المصري ده اللي احنا رايحين مفروض بنبنيه بنبنيه بالعلم بنبنيه بالاخلاق ده نموذج حاصل في بلدنا هل ده سببه الاعلام هل سببه الافلام هل سببه المسلسلات اللي غزت قضايا البلطجة والاجرام في المجتمع هل ده النتيجة هل, هل نحص... نحن نحصد نتيجة ما يتم تقديمه في برامجنا وافلامنا ومسلسلاتنا في احد الفنانين الشبان دلوقتي اللي بيتلاف عليه المخرجين طلع باسد اسد ونمر في قلب الفيديو بتاعه وبيتمنظر بيه زي ما دي بتتمنظر بالسنجة هو بيتمنظر بالأسد والنمر يعني هل ده مفيش مركز شباب في المنطقة ياخد البنت دي لما يلعبها رياضة يعلمها سباحة يعلمها أي لعبة ده جزء موجود في المجتمع ما تقدرش تتجاهله انت بتتكلم على ملايين بالمناسبة لو كان حالة فردية كنت هتجاهلها انا النهاردة انا فريق الاعداد واقفين بنقول نعرض الفيديو ولا ما نعرضوش؟ لو بتعرضه يبقى انت يقول بتروج ليه، لو ما عرضتوش يبقى انا بخفي حاجه موجوده في المجتمع. طب امال بقى لما اعرض لك اللي بيحصل في الافراح، الضرب بالالي والضرب بالخرطوش. هنا في وقفه ما الدوله المصريه عليها تبحث ده عليها تقول ايه اللي بيحصل اجتماعيا وسلوكيا في الشارع المصري. ازاي أأمن على نفسي وانا بمشي في شارع في النوعية دي والنماذج دي، والأطفال اللي واقفة تتفرج أكيد بيشجعوها وأكيد شايفينها مثال ليهم صح ولا لأ؟ كل طفل هيروح بيته هيدور على سكينة ولا مطوة ولا سنجة عشان يرقص بيها يا إخوانا، ده حاصل في البلد. فين أجهزة الدولة في المجتمع المصري؟ أجهزة أجهزة بتشوف اجتماعات منمقة وصور ملونة وورد وحاجة ساقعة لكن ما بينزل للنوعيه دي من الاطفال، هل دي طفله في مدرسه؟ هل تلميذه؟ طب ايه القيم اللي اتربتها في اللي اتربت عليها في المدرسه؟ طب المدرسين قالوا لها ايه؟ هل في مدرس عابر كده شافها في الشارع فراح قال لها انت بتعملي ايه مثلا؟ ده في ستات كبيره واقفه وبتسقف، يعني ده سلوك محل ترحاب من المجتمع محل ترحاب من الدايره اللي هي قاعده فيها من الشارع والحي اللي قاعد فيها وبترأس رأس محترفين ده معناه ان هي منذ نعومة اظافرها وهي بتمارس هذا السلوك ده ايه الحوار اللي انت هتديره مع طفله بهذا الشكل ايه المستوى الاخلاقي المتردي اللي وصلنا ليه ده بيحصل في بلدي مصر وعلى عينك يا تاجر ده فيديو متداول على الفيسبوك اتمنى انه هو يكون رساله رساله بس ابعتها لمين ابعتها للحكومه لوزاره التضامن الاجتماعي ولا وزاره الثقافه ولا وزاره الشباب والرياضه ولا وزاره التربيه والتعليم هؤلاء عينه من اطفالنا في مصر يمرحون بالسيوف والسنك والمطاوي في شوارع المعروسه الفيديو متصور بالنهار متصور باريحيه جديده جدا مفيش اي مشكله مفيش بوكس بيلم مفيش اي تربيه مفيش حتى استهجان من الاهالي والاسر هقول ايه لكن الله يا مصر المره التانية اللي بقولها النهارده في مصر فانتي فيديو مؤسف بصراحه ويثير الفزع والقلق في نفسي على القادم لمصر بصراحه اذا لم ننتبه فعلا الخطر قادم الاجواء اليومين دول حر وانتوا بتعانوا من حر شديد جدا بحاول اقول لكم ايه اخر اخبار الحر لا المراوح عاملة حاجه ولا اللي ربنا كرمه بتكييف عامل حاجه درجات حراره بتسجل ارقام كبيره بس هيئه الارصاد الجويه بتقول لك والله هو ده اغسطس عجبك عجبك مش عجبك هيعجبك غصب عنك بصراحه درجه حراره عاليه جدا بتسجل من 36 ل 42 وهيئه الارصاد الجويه بتقول لك شهر اغسطس كله هيبقى كده والرطوبه عاليه جدا الرطوبه عاليه جدا السبب الاساسي للشعور بارتفاع درجات الحراره هو الرطوبه بس بيقول لك ان الرطوبه مستمره ان درجات الحراره هتبقى مستمره بهذا المعدل خلال هذا الشهر شهر تمانيه بالكامل عشان بس تبقوا انتوا عارفين نحن نعاني فتره ذروه من درجات حراره شديده جدا وشهر تمانيه رتب امورك عليه إحنا لسه في الأسبوع الأول منه بس كل التوقعات وهيئة الأرصاد الجوية بتقولك خلي بالك بقى، حاول بقى تمشي في مناطق ظل، حاول ما تعرضش لأشعة الشمس، حاول لو ليك مشاوير تقللها، حاول مشاويرك تبقى بعد الظهر، حاجات بهذا الشكل، النصائح المعتادة، بس درجة الحرارة لا تتوقع لها انخفاض، هو ده اللي حاصل، لكن بتتكلم في درجات حرارة هتتراوح خلال شهر أغسطس من 35 ل 42 والسبب الرئيسي لده احساسك بالحرارة هو الرطوبة لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة في انخفاض في حتة تانية انخفاض في اسعار الذهب اسعار الذهب جه علينا اليوم ان عيار 21 اللي وصل ل 670 بقى ب 608 النهاردة ايه اللي حاصل في اسعار الذهب وهل دي فرصة مواتية لأهالينا بقى للشباب اللي مقبل على عيد الاضحى وعايز يتجوز يلحق يشتري الشبكه فرصه جميله جدا قبل كده الدهب لما وصل 614 قلت لكم انزلوا اشتروا النهارده الدهب 6 و 608 عيار 21 الاكثر اقبالا من المصريين هو بعيار 18 عيار 18 عامل 521 جنيه ايه الاسباب اللي ادت الى تراجع اسعار الذهب وهل الذهب مرشح للتراجع اكتر واكتر وهل الفرصه مواتيه ان احنا نشتري ولا ان احنا نصبر شويه يعني انا معايا على التليفون الدكتور وصفي امين رئيس شعبة الذهب بالغرفه التجاريه مساء الفل دكتور وصفي مساء النور يا ايه الاسباب اللي ادت الى تراجع اسعار الذهب في السوق المصريه والله هو آه أسعار الذهب في السوق المصري بتمشي بالتوازي مع أسعاره في السوق العالمي والبورصات العالمية. نعم. ويبدو أن الحرب التجارية اللي أعلنها رئيس أمريكا ترامب ابتدت ولكن ابتدت يعني بطريقة ما فيهاش عنصر المباشرة ابتدت بطريقة المد والجد. مرات يلوح بالعقوبات ومرات تاني يبدي استعداده لمفاوضات ومضات يلاعب الاتحاد الاوروبي ومضات يهدد الصين الكلام ده كله بيوجد قلق في البورصات العالميه وطبيعي البورصات العالميه بتتاثر بالكلام ده في اسعار الذهب فبينخفض وبينخفض في السوق المحلي بالتبعيه هل تعتقد انه مرشح للنزول اكثر من ذلك؟ والله هو له اه تكلفة استخراج مش ممكن ان هو يعني ينقص عنها وهو حاليا قرب تكلفة الاستخراج فما افتكرش يعني انه هينزل اكتر من كده 608 عيار 21 بالظبط و1204 دولار للأوقية في البورصات العالمية 1204 نازل من كام دولار؟ حضرتك هتقولي آه نازل من كام دولار؟ اقول لك من حوالي سبع شهور بـ 1360 ومن حوالي خمس سنين 1960. يا الله. طيب هل تنصح المشترين اللي عايز يشتري يشتري دلوقتي ولا يصبر شويه؟ ده كفايه قوي كده مش هي حي... لا لا الحكايه تقلب الناحيه الثانيه بالزياده على الدوام. لان ما افتكرش في نقصان اكتر من كده بس الكلام ده سمعته لما كان عيار 21 ب 618 ونزل بقى ب و... 608 اهو شوف حضرتك 618 من 608 دي ارقام في 600 جنيه لما تيجي تنسبها آه تطلع 1% يعني بسيطه مم. ده كلام ما ي... لكن يمعجب. انت حضرتك تنصح اللي اللي خاطب اللي عايز يشتري شبكته الست اللي عايزه تغير ذهبها تنزل حالا تشتري لا هي اللي عايزه تغير ذهبها دي تنزل تغير دلوقتي اللي عايز يقتني بفلوس زايده عنده ذهب لغايه ما يغلى يبيعه ويكسب فيه ده وقته انما الشخص اللي هيخطب ولا اللي مش هيأجل خطوبته ولا هو منتظر لما يوصل لكده عشان يشتري الشبكه هيشتري 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 اذا الكل بنقول له روح اشتري وانت مطمن لا لا مش هيكون فيه اقل من كده يعني مش مش هن... مش هنجد اقل هو النهارده 608 ده السعر النهائي بالظبط انا بشكرك دكتور وصف امين رئيس شعبة الداب بالاتحاد العام للغرف التجارية يبقى اللي رايح للداب عليه ان يتوكل على الله من بكره الصبح لا بكره السغة قافلة من يوم الاثنين تقدروا تشتروا الداب وانتم مطمنين 608 و512 608 ده العيار 21 512 ده لعيار 18 ده ده سعر اغلاق السبت النهارده داخل السوق المصريه الله اعلم يوم الاثنين ايه لكن لا هينزل النزلة الكبيره يوم الاثنين ولا هيطلع الطلعه الكبيره يوم الاثنين لكن انا عارف ان في جزء كبير من اهلنا في قرى ونجوع مصر بيحبوا يقتنوا اللي كله له 500 جنيه 2000 جنيه يقول لك اشتري جرامين ثلاثه اهو ينفعوني للزمن ويكوموهم وانا عارف ان في سيدات في المجتمع المصري الفضليات امهاتنا في القرى والنجوع بيحبوا يشي يشيلوا الذهب قرشين الزمن ينفعوا انا فقرتي التانية معاكم خلصت النهاردة هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هيشرفني مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية دكتور عبد المنعم السيد وحديث مهم جدا عن البطالة في مصر بنفتح الملف ده تعقيبا على الحوار اللي دار بين طفل بورسعيد المتهم بالتهريب والمذيعه واللي كان بيكلمها بيقولها انت محساش بينا خمسين جنيه يعملوا ايه خمسين جنيه ده معناها بطاله مقنعه ايه اسباب البطاله في مصر نبدا نحلها ازاي طب فرص التشغيل اللي وفرتها الحكومه المصريه في الخمس سنوات الماضيه في قطاع التشييد والبناء مش قادره تقلل معدلات البطاله احنا رايحين فين في سوق البطاله فاصل وبعد الفاصل الدكتور عبد المنعم السعيد